حطم الحسين حاجز الخوف بين الناس وبين حكام الجور، فإذا كانت بعض المسلمات المزيفة تحول بين الناس وبين أن يثوروا، فإن نهضة الإمام الحسين أسفت هذه المسلمات ووضعت مكانها ضرورة النهضة ضد الجور والظلم والباطل، لأن الحسين في مركز الجاذبية في عالم الغيب والملكوت، لذلك فإنه في مركز الجاذبية في عالم الشهود والناسوت. الحسين مقسم الجنة والنار، وعنه يتفرق الناس إلى سماطين: سماط يقف مع الحسين ويدخل الجنة، وسماط يقف مع أعداء الحسين ويدخل النار. لقد كان الحسين عليه السلام رسول الحياة في زمن الموت، فالفضائل كلها أميتت في عصره، والمكارم كلها سحقت من قبل عدوه، ولولا قيامة الحسين عليه السلام لظل موت الفضائل والمكارم جارياً بين الناس إلى يوم القيامة. لقد علمتنا نهضة الحسين عليه السلام أن مواقف الرجال وليست أروماتهم هي التي تحدد مصائرهم في نهاية المطاف. فعمر بن سعد وهو من أرحام الحسين من قريش يصبح من الأخسرين أعمالاً، ووهب النصراني ينضم إلى قافلة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحشر معهم في جنتهم. وهكذا تمت في كربلاء صفقة بيع الجنة والنار بين طرفي النزاع. لقد تجلت فضائل أهل البيت سلام الله عليهم في كربلاء، تجلوا كأمة ربانية متماسكة من دون أن يشذ عن ذلك الطفل الرضيع والشيخ الكبير والمرأة والرجل، كما ظهر مشروعهم كحضارة متكاملة تشمل جميع أبعاد الحياة لكل الناس في كل مكان.